السلام عليكم يا شباب. احنا النهاردة هنشرح جزء الـ Implicit Differentiation من مادة الكالكولس. احنا عشان نعرف ايه الـ Implicit Differentiation احنا لازم نعرف ان الفورم اللي احنا كنا على طول شايفينها اللي هي y equal f of x دي اسمها Explicit Function، يعني الـ y بتبقى في ناحية والـ x في ناحية، زي هنا مثلا y equal x square plus 2x minus 6. هنا هنلاقي ان الx كلها بتبقى في ناحية والy في ناحية، فسهل ان احنا نشتق. الimplicit function دي ايه بقى؟ اللي هي لما بيبقى الx والy في نفس الناحية مش منفصلين، زي هنا x squared y plus sine squared x plus 3y equal y squared. فهنلاقي ان الx والy موجودين في نفس الناحية مع بعض. في ناس ممكن تفصلهم عن بعض، تحاول انها مثلا تخلي الx في ناحية والy في ناحية وتشتق عادي، بس مش كل الحالات بينفع فيها كده، فبنضطر نشتقها لما بنلاقي x وy مع بعض او اي two functions يعني مع بعض. فبنعمل ايه؟ بنشتق بالنسبة للvariable. فاحنا هنعمل ايه؟ هنشتق بالنسبة للx. فلما بنشتق بالنسبة للإكس هنعمل إيه؟ هنشتق الاشتقاق العادي بتاعنا، بس أول مثلا ما أجي عند الواي هجيب مثلا مشتقة الواي وأضربها في الواي داش، اللي هي يعني إيه؟ دي واي باي دي إكس، لأن أنا هنا بشتق بالنسبة للإكس. وبعد كده نعمل إيه؟ نجمع الترمات اللي يبقى عندنا فيها واي داش في ناحية واحدة، وباقي الترمز نحطها في ناحية تانية، ونقسم على معامل الواي داش ده عشان نخلي الواي داش في ناحية واحدة. هو طبعا ده مش هيبان من الكلام، بس فإحنا هنوضح الموضوع ده بمثال دلوقتي. عندنا المثال ده x power 3 minus 3x power 2 y power 4 plus 7y power 2 equal 10. فإحنا هنا عندنا ايه؟ x و y في نفس الناحية، فحنشوف هنصرف ازاي. اشتق ال x power 3 عادي، هننزل الأس والنقص واحد، فهيبقى 3x power 2 minus. انا عندي هنا ايه؟ دول two functions مضروبين في بعض، كنا بنعمل الاولى في مشتقة التانية زائد مشتقة الاولى في التانية، فهنعمل نفس الموضوع. هنا الاولى ايه؟ 3x power 2 هنزلها زي ما هي في مشتقة ال y power 4، فهتبقى ال y power 4 ايه؟ هنزل ال 4 ونقص واحد، فهتبقى 4 y power 3. بس انا هنا بعمل ايه؟ بشتق بالنسبة للx، بعمل differentiation بالنسبة للx، فلازم اضرب كمان في y dash واكمل عادي. اشتق الاولى واحط التانية، ادي التانية ال y power 4 نزلت زي ما هي، هنا في اشتقة negative 3 x power 2 فهتبقى ايه؟ negative 6 x plus. عندي ايه بقى؟ 7 y power 2 هشتقها عادي، هننزل الاتنين نضربها في 7 وننقص واحد من الأس، فهتبقى ايه؟ 14 y في ايه؟ في ال y dash، عشان احنا بنعمل differentiation بالنسبة ل x، وال 10 مشتقتها بزيرو. فزي ما انتوا شايفين يعني انا اشتقيت عادي، بس لما باجي عند ال y بشتقها واضرب في y dash عشان يبقى هنا بالنسبة ل x. واجي دلوقتي اهو هنبسطها، التلاتة في الأربعة يبقى 12 x power 3 x power 2 sorry times y power 3 y dash minus 6x y power 4 plus 14 y dash equal 0. فهعمل ايه؟ هنجمع ال y dash في ناحية، انا عندي الترم ده والترم ده فيهم y dash، فحطهم في ناحية وودي التانيين من ناحية التانية. هحطه ال 3x power 2 دي هوديها الناحية التانية، وال negative 6x y power 4 هوديهم من ناحية التانية برضو، كلهم بعكس الإشارة طبعا. والترمين دول اللي هيفضلوا عندي هطلع منهم y dash عامل مشترك، فهيبقى هو y dash طلعناه، فهيفضل لي ايه؟ 14y minus 12x power 2 y power 3 equal 6x y power 4 minus 3x power 2. انا دلوقتي عاوزة ايه؟ عاوزة اعمل ال y dash لوحدها، فهقسم على الكوفيشنت بتاعها اللي هو ده، تمام؟ فهقسم الطرفين، فهيبقى عندي ايه؟ الكوفيشنت هيروح من هنا، هيتقسم هيروح مع نفسه، وهنا هيبقى ايه؟ 6x y power 4 minus 3x power 2 divided by 14y minus 12x power 2 y power 3. يبقى انا كل اللي انا عملته اشتقيت بالنسبة للx، وبعد كده جمعت الy dash في ناحية وقسمت على الكوفيشنت بتاعها عشان يطلع لي y dash بس. هنا عندنا مثلا المثال ده الـ inverse of trigonometric functions، فعندي مثلا x plus cosine inverse y equal xy، هعمل differentiation عادي بالنسبة للـ x، فالـ x هشتقها هتبقى بـ 1، هنا الـ cosine inverse y هتبقى بالرول بتاعتها عادي، فهتبقى negative 1 over root 1
minus y square في المشتقة بتاعت الانجل اللي هي y مفروض الواي مشتقتها ب1، فهتبقى ايه 1 times الواي داش عشان بشتق نزل x. هو الرول كان كده هو، فهي انا هنا عادي نزلت الواي بقت y squared في اليو داش، هنا عندي الواي دي الفانكشن فمشتقتها ب1 بقت ايه 1 times الواي داش عشان بعمل differentiation بالنسبة للx يعني equal ايه بقى الx y هما two functions في بعض عادي، فنزل الاولى في مشتقة التانية، مشتقة التانية اللي هي الy مشتقتها ب1 1 times y dash plus مشتقة الاولى اللي هي مشتقة الx ب1 في الy تنزل زي ما هي. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هجمع الy dash في ناحية واحدة، هو هجيب الy من هنا فبقت y minus 1 minus y equal، هودي بقى الترم اللي فيه y dash ده مع ده، فهيبقى xy dash plus 1 over 1 root 1 minus y squared في الy dash، وهخرج الy dash common factor من هنا، هيفضل لي اخرج الy dash بره يبقى x plus 1 over root 1 y square equal ال 1 minus y. عاوزة بقى ال y داش لوحدها فحقسم على ال coefficient ده بتاعها، فيبقى ال 1 minus y divided by x plus 1 over root 1 minus y square. يعني هي كلها بتمشي بنفس الريتم، ان انا بشتق عادي بالنسبة لل x وبجمع ال y داش في ناحية وبعد كده بقسم على ال coefficient. احنا هنا يعني بنوضح ايه الحاجات اللي احنا كنا واخدينها زي الاي والانفرس وكده ازاي يعني هيبقوا شكلهم في الموضوع ده. عندنا مثلا هنا المثال ده في الاي، فعندنا y equal e power negative x plus e power y، فهنشتقها بالنسبة لx، فالواي هتنزل y dash equal الe power negative x، احنا كان عندنا e power function بتنزل زي ما هي في مشتقة الفانكشن، فالe power negative x هتنزل زي ما هي في مشتقة negative x اللي هي negative 1، فنزلنا negative 1 plus الe power y برضو تنزل زي ما هي في الدريفاتيف بتاع الy اللي هو ب1، وهنا احنا قلنا بنشتق بالنسبة لx فهنحط ايه y dash، ونودي الy dash في ناحية، فهتبقى هنودي الترم ده من الناحية التانية، فبقى كده y dash minus e power y dash equal negative e power negative x، هنخرج ال y dash عامل مشترك، هيفضل لنا هنا 1 minus e power y equal e negative e power negative x، هنقسم على الكوفيشنت بتاع ال y dash اللي هو ده عشان يفضل لنا y dash بس، فهيفضل لنا ايه بقى ال y dash equal negative e power negative x divided by 1 minus e power y. هنا ال example ده برضو في inverse زي اللي حلناه برضو من شوية، هنجيب الderivative بتاع sin inverse x 1 على root 1 minus function square اللي هي x عندنا تبقى x square في مشتقة ال x اللي هي ب1 plus عندنا tan 2y، فال tan مشتقتها ب6 square فهتبقى 6 square 2y في الderivative بتاع الانجل اللي هي ايه المفروض ب2، وعشان احنا بنعمل differentiation بالنسبة لx فيبقى 2y dash، وال5 في ال differentiation بتاعها ب0، وزي ما كنا بنعمل هنجيب ال y dash في ناحية والترمز التانية في ناحية، فهنود الترم ده من الناحية التانية، هيبقى كده هو هنا بعكس الإشارة. هنقسم بقى على ال coefficient بتاع ال y dash اللي هو هنا ايه 2 6 square 2y، فهيبقى ايه y dash equal negative 1 على 2 6 square 2y times the root 1 minus x square. هنا عندنا المثال ده مختلف شوية عشان هو proof، هو عندنا ايه قالنا لو ال y equal e power 10 inverse x، فهو عاوز proof ايه 1 plus x square times y double dash plus 2x minus 1 في ال y dash equal 0، عاوزني اثبت له الستيتمنت دي، فانا هعمل ايه هشتق الواي عادي، اشتق الترم اللي عندي ده، انا لسه عندي هنا ده الصوره اللي احنا كنا عارفينها زمان اللي هي ايه الاكسبليسيت فانكشن اللي هي y equal f of x عادي، y في ناحيه والx في ناحيه، هشتق عادي ادي الواي هتبقى y dash e power 10 inverse x هتبقى ايه هتنزل زي ما هي في الديريفاتيف بتاع الباور اللي هو ديريفاتيف الفانكشن دي ب0،
بيبقى ب 1 على 1 plus x square. ده الرول يعني كنا واخدين. فأنا دلوقتي إيه؟ أنا عاوزة أخلص من الفراكشن ده عشان كمان يبقى عندي الصورة دي. في هنا ده مضروب في الواي. فهعمل إيه؟ فهضرب في اللي تحت. هضرب في إيه؟ 1 plus x square. فهيشيل لي ده كله. فهيبقى عندي إيه؟ هضربها في الطرفين يعني. فهيبقى إيه؟ 1 plus x square في الواي داش equal e tan inverse power tan inverse x. طبعا ده كله ايه راح. فانا كان عندي ايه بقى؟ انا كان عندي فوق y equal e power tan inverse x, وهنا عندي برضو ال e tan power tan inverse x برضو بتساوي ده اللي هو a1 plus x square y dash. فانا هساوي ده بالy, فحشيل ده واقول ايه ان الترم ده بيساوي واي. وزي ما انا شايفة في البروف هو عامل دبل داش, يعني انا هضطر اشتق تاني. هنا بقت طبعا عندي بقى دلوقتي بقت implicit function, لان بقى عندي الx والy في نفس السايد. فهنا two functions في بعض هنشتقهم زي ما كنا متعودين. الاولى تنزل اللي هي 1 plus x power 2 في derivative الy داش بy double داش plus derivative الأولاني 0 بتاع x square بيبقى 2x في y dash equal y هتبقى y dash. أنا هودي y dash من الناحية التانية, بقى عندي الترمين دول فيهم y dash, فهاخد y dash common factor وده ينزل زي ما هو. فبقى 1 plus x square في y double dash plus 2x minus 1 في y dash equal 0, وده بقى هو نفس اللي هو طلبه. انا طول يعني ما انا بعمل بروف بحاول ابص على اللي هو اساسا كان طالبه, علشان اعرف مثلا اودي الواي من الناحيه دي اجيبها من هنا, ابقى عارفه انا المفروض يطلع لي ايه في الاخر. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا يعني. شكرا لكم.